المتعارف عليه عند أغلب الناس أو عند بعض الأطباء إن في العشرينات أعلى مرحلة عمرية جسمنا بيحرق فيها، دايما الناس بتنصح بعضها الحق نفسك في العشرينات، مارس رياضة، حاول تخس، عشان لو دخلت في التلاتينات أو عديت عمر التلاتين نسبة الحرق بتقل. بعض الناس بتروح للدكتور، الدكتور بيقول لهم والله حضرتك أو حضرتك وزنك زيادة علشان أنت معدل الحرق عندك ضعيف، يبقى الإنسان ده أو المريض ده ما عندوش أي مشاكل صحية. بعض السيدات يوصل لها برضو معلومات إن أنا بعد ما أبوز بعد انقطاع الطمث نسبة الحرق عندي بتقل. هل المعلومات دي صحيحة؟ إيه أحدث الأبحاث العلمية في الميتابوليزم في الأيض؟ هل الأيض ليه عمر معين بيقل فعلا؟ هل في فرق بين الرجالة والستات في عملية الميتابوليزم أو عملية الأيض؟ معاكم دكتور سامح جمال، استشاري الطب الباطني. في الفيديو ده هقول إيه آخر الأبحاث العلمية اللي اتكلمت عن الميتابوليزم أو عن الأيض، وهل كل المعتقدات اللي أنا قلتها دي تم دراستها علميا ولا لا، وايه الجديد اللي الابحاث وصلت له عن الميتابوليزم او عن عمليه الايض. اخر الابحاث العلميه المحترمه اللي تم دراستها عن الميتابوليزم او الايض اتعملت في 2021، يعني بقى لها حوالي سنتين. البحث ده اتعمل على 6421 انسان، حوالي 60% سيدات و40% منهم رجاله. المشتركين في البحث كان عمرهم من 8 ايام الى عمر 95 سنه، المشتركين من 29 دوله، وعدد الباحثين اللي اشتركوا في البحث وعدد العلماء حوالي 80 عالم. قبل ما اقول هي نتائج البحث الانترستنج ده، سريعا كده اشرح ايه هو الميتابوليزم. باختصار، الميتابوليزم او عمليه الايض هي ان حضرتك لما بتاكل او تشرب اي حاجه، اي حاجه تدخل عن طريق الفم تتحول الى طاقه. الطاقه دي مهمه جدا لعمل اعضاء جسم الانسان، من اول الجهاز التنفسي لضربات قلبك للهضم، حتى اي حركه بتعملها. ده باختصار هي عمليه الايض. فبالتالي بديهيا كل ما الايض او الميتابوليزم يعلى، يعني الحرق يزيد، فانت وزنك ما يزيدش بسرعه. لو الميتابوليزم ده اقل بقى بطيء، الحرق ابتدى يقل، وزنك هيبقى عنده استعداد ان هو يزيد. نيجي لنتائج البحث بدون دخول في اي تفاصيل معقده في البحث نفسه وازاي اتعمل البحث. النتائج بتكسر قواعد كلنا كنا فاكرينها كاطباء كمرضى وكحتى اي انسان ما عندوش اي مشاكل صحيه. لو ايه بقى العلماء؟ لو انه من عمر 8 ايام الى عمر سنه هو اكتر مرحله في حياتنا جسمنا بيحرق فيها، اكتر وقت الميتابوليزم بتاعنا عالي. والانترست في الموضوع ده ان نلاقي الطفل اللي عمره سنه نسبه الميتابوليزم عنده ونسبه الايض اكتر من 50% من الادلت، من الرجل او من السيده البالغه. دي المرحله العمريه الاولى من المشتركين في البحث. المرحله العمريه الثانيه من عمر سنه ل 20 سنه، لا، وده عكس ما كنا نتوقع، ان من عمر سنه لعمر 20 سنه نسبه الميتابوليزم او نسبه الايض بتقل سنويا 3%. يعني لو انت عمرك 15 وبقيت 16، فانت وانت عمرك 16 او انت عمرك 16 نسبه الايض عندك بتقل 3%. المرحله العمريه الثالثه اللي فيها معظم الناس اللي بتسمعني من عمر 20 سنه ل 60 سنه، هو ده الخبر الكويس، ان نسبه الميتابوليزم ثابته. من 21 ل 60 سنه نسبه الميتابوليزم او نسبه الايض ثابته ما تتغيرش. من عمر 60 لما فوق نسبه الميتابوليزم او نسبه الايض بتقل 0.7% او 0.7% سنويا. الحاجه الملفته للنظر برضو في البحث ان لا، هو مفيش فرق ما بين الراجل والسيده. لو الاثنين نفس الحجم، نفس الكتله العضليه، ونفس الطول، ونفس الوزن، مفيش اي فرق ما بينهم. برضو معلومه مهمه جدا لقوها، ان مفيش فرق ما بين السيدات ما قبل المينوبوز وما بعد المينوبوز بعد انقطاع الطمث. الدروس المستفاده من البحث ده ويهمني في البحث ده، يهمني ان حضرتك لو عمرك من 20 ل 60 ما تفكرش كتير، ما تقولش والله انا خلاص بقيت عديت ال 30 او عديت ال 40 فانا الميتابوليزم عندي بقى ضعيف بقى قليل فوزني بيزيد. لا، حضرتك مارس الرياضه، مرن، وظبط اكلك، معدل الحرق ثابت من 20 ل 60 طبقا لاحدث الدراسات. لو حضرتك سيده ما تقوليش والله انا سيده وعديت ال 50 سنه والدوره الشهريه انقطعت، انا عندي الميتابوليزم قليل فاسمح لنفسي نفسك ان وزنك يزيد. لا، الكلام ده مش صحيح. وكلمه مهمه جدا، تينيجرز من عمر 13 14 سنه لعمر 20، خلي بالك او خلي بالك انت سنويا نسبه الميتابوليزم بتقل 3%. تحافظ على نفسك وتظبط اكلك وتاكل اكل صحي. واخر حاجه للسيدات والامهات، نخلي بالنا اول مرحله من المراحل من عمر 8 ايام لعمر سنه دي اكتر مرحله الطفل بيحرق فيها. طفل محتاج غذاء عشان خاطر ينمو نموه صحي. قبل ما في الفيديو هقول معلومه بسيطه ان متعارف عليه ما قبل البحث ولكن كده البحث، ان الكتله العضليه ما زالت هي اهم عنصر في الحرق عند جسم الانسان. طول ما الكتله العضليه عندك بتزيد، طول ما انت نسبه حرقك بتزيد. مثال، لو حضرتك رجل او سيده وزنه 70 كيلو بس غالبيه وزنه عضلات، ده بيحرق اكتر من نفس الرجل او من نفس السيده وزنه 70 كيلو بس معظم وزن جسمه دهون. الكتله العضليه هي المحرك الرئيسي لعمليه الايض في جسم الانسان. الدروس المستفاده من 20 سنه ل 60 سنه، ما تفكرش كتير، مرن، بالذات تمارين التقويه ريزيستنس، اكل صحي، نوم على الاقل من 6 ساعات ل 8 ساعات يوميا، هو ثلاث عناصر المهمه جدا للحفاظ على وزن مثالي او الوصول الى وزن مثالي. شكرا جزيلا.